السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد للربح المجاني من الانترنت. طبعا هذا الموقع فيفو ليجر، هذا الموقع يدفع يعني بشكل عادي ولديه يعني أيام كثيرة وهو يعمل. أنا كنت قد سحبت منه $1 ببساطة، قمت بعمل فقط بوست على فيسبوك يعني أعطاني $1. خاصية البونتي سنربح منها أيضا بالمجان في هذا الموقع، لديه 3 خاصيات فقط: فيسبوك، تويتر، وفيديو يوتيوب. إذا سنضغط فقط على create account، تأتينا هذه الواجهة، ضع هنا أي يوزر نيم، هنا فقط اسم، أي اسم، هنا ادخل إيميل الخاص بك، ثم ضع باسورد، إعادة كتابة باسورد. بعد ذلك اضغط على هذه الخانة لتختار أي دولة أنت، ثم ريجستر، يعني تذهب فقط إلى الإيميل الخاص بك وتفعل من الإيميل. بعد ذلك نعود إلى هذه الصفحة، أنا لدي حساب لذلك سأدخل مباشرة إلى حسابي، سأضع فقط هذا الكود اللي هو كود الكابتشا، فقط سأدخل إلى حسابي. سأريكم بعد قليل أن الموقع يعني يدفع ويمكنك الربح من خاصية الباوندي. أنا حسابي، هذا هو حسابي، هنا تجد رابط الإحالة إذا كنت تريد ترويج لرابط الإحالة. المهم الموقع لديه خطط ربحية، من يريد يعني أن يستثمر في الموقع وأنا لا أنصح بذلك. لماذا؟ لأن الموقع لديه عديد من الأيام وهو يقوم بالعمل. كما ترى توتال ويدراو ها هي $1 هنا، أنا لم أستثمر، كما ترى لم أستثمر أي دولار، لذلك ولم أربح أي دولار من رابط الإحالة أو ما شابه ذلك. لذا كل ما علينا فعله هو، سأريك فقط إذا أردت أن تستثمر make deposit، بعد ذلك مثلا تختار الخطة، الخطط هنا توجد beginner، standard، maestro، خطط يعني كثيرة، ما عليك فقط أن تختار الخطة. مثلا beginner يعطيك يعني 1.20 ل15 يوم متتالية، يعني كل يوم عندك 1.20% على الأقل من $25 يعني فما فوق، يعني يمكنك أن تسحب يعني كل يوم. المهم أنا لن أستثمر، هذه هي يمكنك يعني الدفع بالباير أو ترون، بيتكوين، لايتكوين، أو دولار، إيثيريوم، بيرفكت موني، كلها يعني يمكنك أن تدفع بها. المهم سنذهب إلى خاصية البونتي. بونتي كيف ذلك؟ نذهب إلى نضغط على هذه الخانة فيفو ليدر، بعد ذلك الموقع سيعود بنا إلى الوراء. نحن نريد أن نخرج فقط من الموقع كي أريك خاصية الباوندي. هي باوندي، بعد ذلك يعني $2 ابتداء من $2 يعطيك على الفيديو الواحد. الفيديو يمكنك أن تضع في يوتيوب أو فيميو أو فيسبوك، يعني أنت تختار. المهم في ديسكريبشن فقط توضع هذا الهاشتاج، هذه الكلمة عفوا، أيضا تضع رابط الإحالة الخاص بك في ديسكريبشن الخاص بالفيديو، يعني على الأقل يكون لديك 30 مشاهدة على الفيديو الواحد. إذا خاصية الفيسبوك، أنا قمت بهذه العملية وأعطاني من قبل عليها $1، ووضع هنا $2، لا أدري إن كان هذه المرة سيعطيني $2 أم لا. المهم فقط تضع هذا الهاشتاج، يكون لديك 100 صديق، والبوست الخاص بك يجب أن يتوفر فيه 25 يعني شير أند لايك. ها هو البوست الخاص بي، أنا قمت به منذ ساعة، ها هي 10 بارتاج و3 لايك. كيف تقوم بجلب يعني اللايكات والبارتاج؟
ادخل فقط لهذا الموقع، سأضعه لكم في ديسكريبشن، اسمه لايك فور لايك. هذا الموقع بإمكانك أن تجلب به يعني كل شيء، يعني إما مشاهدات إما لايكات إما، فقط ماذا تفعل؟ تجمع النقاط. أولا سأريك كيف تضع البوست الخاص بك، تقوم بنسخه هكذا، تعود إلى الصفحة وتضغط على Add and Manage Page، بعد ذلك Facebook Likes مثلا، تذهب إلى هنا تلصق فقط هكذا وتلصق أيضا هنا هكذا، ثم Add URL. قبل أن تضغط على Add URL فقط اختار هنا 2 أو 3، يعني تعطي 3 نقاط مقابل كل ضغطة لايك. كما ترون الآن جلب لي 3 لايك، هي 3 لايك. بالنسبة للبارتاج نفس الشيء، Add and Manage Page، تذهب إلى Facebook Shares، تقوم بعمل كوبي للبوست، تضعه هنا وهنا، ثم تختار فقط 2 أو 3، ثم Add URL. أنا قمت بهذه العملية حتى الآن، يقول لي الموقع يعني 12 بارتاج، أنا لدي 10، إذا يعني 2 ما تحسبوش، لكن لا بس. كيف تجمع النقاط حتى تقوم بهذه المهام؟ فقط تضع فأرة هنا، بعد ذلك تربط حساباتك، مثلا فيسبوك، تذهب إلى فيسبوك لايكس، ثم يعني فقط تضغط هكذا لايك، بعد ذلك يعني ستظهر لك نافذة جديدة، هذه النافذة تقوم فقط بعمل لايك لهذه الصفحة هكذا لايك، بعد ذلك تغلق الصفحة، يعني يعطيك 2، ها هي 2 يعني نقاط، وهكذا يعني تبقى يعني في هذه العملية. أيضا تويتر، من لديه تويتر نفس الشيء، علق 50 فولورز عفوا، وتضع لهم بوست مع في النهاية هذا الهاشتاج. يعني الموقع يعمل يعني أسبوعيا وليس يوميا، يعني كل أسبوع تقوم بهذه المهام البسيطة، يعني 2 دولار، 2 دولار مثلا، الفيديو أيضا 2 دولار، يعني 6 دولار يعني بطريقة سهلة جدا. إذا كان هذا هو شرح اليوم، لنا لقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.